اختتمت الحكومة المركزية الصينية اجتماعا لمدة يومين ناقشت فيه كيفية إخراج 70 مليون شخص من حالة الفقر بنهاية عام 2020. وألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا في الاجتماع، قال فيه إن الصين وجدت طريقتها الخاصة للقضاء على الفقر منذ سياسة الإصلاح والانفتاح التي انتجتها قبل نحو 37 عاما. ونجحت الصين حتى الآن في إخراج أكثر من 700 مليون شخص من الفقر، الأمر الذي وصفه الرئيس شي بأنه مساهمة كبيرة في تاريخ التنمية الإنسانية. وأضاف شي أن القضاء على الفقر واحد من أولويات الحكومة في الخطط الخمسية المقبلة في البلاد، وهو ليس بالأمر سهل أبدا. ودعا الرئيس شي لتوخي الدقة في العمل، الأمر الذي يعني مزيدا من الجهود في البحث عن أولئك الذين لا يزالون تحت خط الفقر وما أسباب فقرهم، والبحث عن نظام أكثر عقلانية في مساعدتهم. غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد العاصمة بكين متوجها إلى فرنسا لحضور مراسم افتتاح مؤتمر تغير المناخ بباريس، وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولندا ورئيس مؤتمر تغير المناخ بباريس دوران فابيوس. وبعد حضوره المؤتمر سيقوم الرئيس شي بزيارة دولة لزيمبابوي بدعوة من الرئيس زيمبابوي روبرت موغابي، كما سيقوم بزيارة دولة لجنوب أفريقيا بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، حيث سيترأس ممتد التعاون بين الصين وأفريقيا في جوهانسبروك. من المقرر أن يبدأ رئيس الصين شي جين بينغ زيارة دولة تستمر يومين إلى زيمبابوي يوم الثلاثاء المقبل الأول من ديسمبر، فيما تعد زيارة الأولى إلى هذا البلد التي يقوم بها رئيس صيني خلال العقدين الأخيرين. هذا ومن المتوقع أن تهيمن مسألة العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المناقشات بين الرئيس شي ونظيره زيمبابوي روبرت موغابي. قبل عام واحد فقط وقع الرئيس روبرت موغابي في بكين على سلسلة من الصفقات مع نظيره الصيني شي، شملت تطور البنية التحتية وتوليد الطاقة والكهرباء ومعالجة المياه ومسائل تتعلق بالزراعة. ومن المتوقع أن تعمل هذه الزيارة المتبادلة على تحسين الصفقات الموقعة سابقا بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية وإخراجها إلى حيز الوجود. وبالإضافة إلى تمويل التطور، تسعى زيمبابوي أيضا إلى تعزيز التجارة مع الصين التي أصبحت واحدة من أقوى شركائها الاقتصاديين. تنظر زيمبابوي لتقوية العلاقات التجارية بينها وبين الصين. إذا نظرت إلى الأرقام التي تتحقق سنويا منذ وثقت زيمبابوي أعمالها التجارية مع الصين ستجدها متصاعدة بشكل ملحوظ، إلا أن زيمبابوي تود ضمان أن تخدم العلاقات بينها مصلحة البلاد أيضا. يبدو الطرفان كشريكين تجاريين متساويين يسيران إلى الأمام جنبا إلى جنب. الجدير بالذكر أن حجم التجارة الصينية الزيمبابوية زاد عن مليار و200 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، أي أنه زاد عن ضعف ما كان عليه قبل 5 أعوام. وشملت الصادرات الرئيسية لزيمبابوي التبغ والقطن والكروم، كما تعتزم الدولة التي تقع في جنوب أفريقيا زيادة القيمة المضافة للمواد الخام، الأمر الذي سيؤدي إلى تصدير السلع المصنعة وشبه المصنعة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تحتاج زيمبابوي إلى إحياء صناعاتها، لا سيما إعادة الرسملة التي لا يمكن تحقيقها لأن هذا البلد ممنوع من الاقتراض من أسواق رأس المال الدولية. إزاء ذلك ربما تركز المناقشات بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس شي على مساعدة زيمبابوي على تخفيف حدة النقص المزمن في السيولة. ومن ناحية أخرى تعمل حكومة الرئيس روبرت موغابي على خطة طموحة للتعافي الاقتصادي يطلق عليها اسم زيماسيت، والتي ترمي إلى خلق مليوني فرصة عمل على الأقل وتحسين البنية التحتية وتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 5% على الأقل في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
قدم وزير الخارجية الفرنسي رولان فابيوس أمس سبت نموذج مفتاح لمقر مؤتمر تغير المناخ بباريس إلى كريستيانا فيكريس الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مركز لوبرجيه للمعارض. وتعد هذه الإجراءات إشارة لتسليم حق الإدارة في مركز لوبرجيه للمعارض بباريس إلى الأمم المتحدة، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا اليوم. سلمت كريستيانا فيغريس نموذج المفتاح لموقع مؤتمر تغير المناخ بعد أن تسلمته من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وأعربت عن شكرها على الجهود الفرنسية في هذا المجال. هذا وقد زارت فيغريس قاعة السين مع فابيوس في وقت لاحق، ويمكن أن تستوعب قاعة السين حوالي 2000 شخص، وهو المكان الذي سيعقد فيه حفل افتتاح مؤتمر تغير المناخ. وسيعقد مؤتمر تغير المناخ بالعاصمة باريس في الفترة ما بين 30 من الشهر الجاري وحتى 11 من ديسمبر المقبل، وسوف يحضر هذا المؤتمر 147 من رؤساء الدول والحكومات. أما الهدف الرئيسي للمؤتمر هو التوصل إلى اتفاق حول تعزيز الإجراءات بشأن تغير المناخ بعد عام 2020. هذا وقد اتخذت فرنسا سلسلة من التدابير الأمنية وتأمين حركة المرور لضمان انعقاد المؤتمر بالشكل المطلوب. مع افتتاح مؤتمر تغير المناخ، قال خبراء بريطانيون إن الصين اتخذت كافة التدابير اللازمة للحد من الانبعاثات في السنوات الأخيرة، وزادت من وتيرة تنفيذ الخطط المتعلقة بهذا الشأن. وقد قدمت الصين مساهمات كبيرة للسيطرة على تغير المناخ العالمي. قال البروفيسور كريس من قسم علوم الأرض في جامعة لندن أنه هناك حاجة إلى تغيير نمط التنمية وتعديل الهيكل الاقتصادي، وقد بذلت الصين جهودا كبيرة للسيطرة على تغير المناخ خلال السنوات الأخيرة. إن التزام الصين بتعهد ترك انطباعات عميقة في أذهاننا، حيث تتضمن أهداف الصين خفض انبعاثات الكربون الصينية لعام 2030 وإدخال مشاريع جديدة لأنظمة طاقة على نطاق واسع، وهي تكنولوجيا طاقة نظيفة، وذلك يوازي مجموع أنظمة إنتاج طاقة للولايات المتحدة بأكملها منذ 15 عاما. لذلك أعتقد أن الصين أظهرت قيادة حقيقية بهذا الخصوص على الصعيد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، قال خبير مناخ روسي إن الصين قدمت مساهمات هامة في تغير المناخ العالمي. بعد عام 2030 أو قبل ذلك ستخفض الصين حجم انبعاثات الكربون. هذا البيان مهم جدا وهو خطة جديدة للصين. آمل في أن تستفيد الدول الأخرى من الخبرات الصينية في هذا المجال. وفيما لو بذلت جميع البلدان جهودا مشتركة يمكننا السيطرة على ارتفاع الاحترار العالمي في النطاق المعقول. عملت الصين مع الدول الأوروبية بشكل وثيق في كثير من المجالات، ومنها حماية البيئة وتخطيط العمراني والحد من تغير المناخ. وقبيل قمة تغير المناخ التي ستعقد في الأسبوع المقبل، قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق جامبر رافاران في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي إنه يأمل في أن يعمل الجانبان بشكل أوثق في دفع التوصل إلى توافق عالمي بشأن القضايا البيئية. يحضر رئيس الوزراء الفرنسي السابق جامبر رافاران إلى هونغ كونغ لحضور منتدى المدينة الذكية بين الصين والاتحاد الأوروبي، حيث احتشد مندوبون من أكثر من 30 دولة ومنطقة لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الطاقة الجديدة، كما سيطرحون أفكارا جديدة لتخطيط المدن، وسيحضرون المناقشات بين كبار المسؤولين وكبار الباحثين والعلماء. وقال رافاران إنه معجب بجهود الصين في دفع الابتكار قدما. لقد قرأت كتاب الرئيس الشي بشكل عميق، وأكثر ما أعجبني تأكيد الرئيس الشي في الكتاب بشكل كبير على الابتكار. لذلك أعتقد أنه بالنسبة لجميع الصناعات الناشئة وغيرها يجب علينا أن ندفع الابتكار، وأعتقد أنه لدى البلدان الكبرى المسؤولية لدفع شبابها للعمل في قضايا البحوث والابتكار. كما أشاد رئيس الوزراء الفرنسي السابق بمساهمات الصين قبيل قمة تغير المناخ في باريس، قائلا أن الصين ساعدت في دفع التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف. أشكر الصين كثيرا لأن الصين مفيدة جدا لهذا المؤتمر، والرئيس شي جين بين الذي ندعوه إلى باريس
كان يعمل كثيرا لدفع الجميع للتوصل إلى توافق في المؤتمر، لذلك أعتقد أن هذا المؤتمر سيكون ناجحا. وكان رئيس مجلس الدولة لي كوتشيانغ قد أعلن في يونيو من هذا العام عن طموح الصين بالوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وأنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك في وقت مبكر. كما ستقوم الصين بخفض الانبعاثات الإجمالية بنسبة تتراوح بين 60% إلى 65% مقارنة مع معايير عام 2005، حيث أمسى هذا الخبر العنوان الرئيسي لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعد قوة دافعة قوية للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ. هذا وقد دعم رافران مساهمات الحكومة الصينية وقال إنه يأمل في أن تواصل الصين وفرنسا العمل معا للتوصل إلى اتفاق دولي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. حددت الصين خطة من 4 نقاط ضمن الجهود العالمية لوقف تغير المناخ، وتعهدت البلاد بالوصول إلى حدود ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 أو قبل ذلك، كما تعهدت بخفض كثافة الكربون وهو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، ليتم خفض بنسبة تتراوح بين 60 و65% على أساس مستويات عام 2005. وسترفع الصين نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج طاقة إلى 20% بحلول عام 2030 مقابل أقل من 10% في عام 2013. كما ستزيد مساحات الغابات ب 4 مليارات و500 مليون متر مكعب مقارنة بما كانت عليه عام 2005. أفاد تلفزيون الوطني السوري أمس السبت بالتوقيت المحلي أن قوات الحكومة السورية استعادت بعض المناطق بشرق حلب التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف. بالإضافة إلى ذلك، أحكمت قوات الحكومة السورية سيطرتها على جزء من الطريق السريع المتوجه إلى مقر التنظيم المتطرف الرقة. ووفقا لتقارير فإنه من المناطق التي استعادتها قوات الحكومة السورية بلدتان على بعد 60 كيلومترا من شرق حلب. كما أشارت تقارير إلى أن قوات الحكومة السورية تقاتل تنظيم المتطرف في المناطق المحيطة بمدينة حمص، حيث أعادت سيطرتها على بعض المناطق. قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أمس السبت إنه يشعر بالحزن بشأن إسقاط طائرة روسية بالقرب من الحدود السورية، ويأمل في تحسين العلاقات مع روسيا. حقا هذا الحادث محزن، ولم نكن نريد أن يحدث هذا، غير أنه حدث للأسف. آمل أنه لن يحدث مرة أخرى. لم تتسبب تركيا في أي توترات واشتباكات، ونحن لن نفعل ذلك أبدا. أفادت وسائل الإعلام أن الرئيس التركي أردوغان أعرب عن رغبته وطلبه للقاء مع بوتين وجها لوجه في باريس في الأسبوع المقبل خلال قمة التغير المناخي، غير أن بوتين يرغب في الاعتذار من تركيا قبل موافقته على اللقاء مع نظيره التركي. وتتعارض روسيا وتركيا حول ما إذا كانت الطائرة الروسية قد دخلت المجال الجوي التركي. هذا وحذرت تركيا مواطنيها من السفر غير العاجل إلى روسيا. وقال متحدث باسم الحكومة التركية إن بلاده تناقش كيفية الرد على العقوبات الروسية. بشأن إسقاط المقاتلة الروسية من قبل تركيا، قال المحللون إن الأمر سيزيد بلا شك من التوتر الإقليمي، مما يجعل من الصعب تشكيل جبهة دولية موحدة لمكافحة الإرهاب. أقر مجلس الأمن للأمم المتحدة قرارا يحث فيه الدول الأعضاء على بذل الجهود وفقا للقانون الدولي لمكافحة الإرهاب في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. لكن بعد أقل من أسبوع من ذلك ظهر التوتر العسكري بين تركيا وروسيا، مما جعل من الصعب تشكيل جبهة دولية موحدة لمكافحة الإرهاب. هؤلاء الذين يقاتلون داعش يتبادلون الآن ضرب المقاتلات الخاصة بهم، وفي ظل هذه الحالة كيف سيتم القضاء على داعش؟ في
في الواقع يتعذر أصلا تشكيل جبهة موحدة ضد الإرهاب حتى لو لم يتم إسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا. من جانب واحد، لم يكن هناك توافق بين أمريكا وروسيا حول رحيل بشار الأسد أو بقائه، ففي هذا الصدد تعتقد روسيا أن ضرب داعش يجب أن يعتمد على الجيش النظامي السوري. أما الولايات المتحدة فتصر على ضرورة رحيل بشار الأسد، وتتهم الجانب الروسي بضرب المعارضة السورية بحجة مكافحة الإرهاب. ومن جانب آخر، لا يزال هناك خلاف بين أمريكا وحليفتها تركيا حول مكافحة الإرهاب، خاصة أن أمريكا تدعم المسلحين الأكراد لضرب داعش، الأمر الذي يثير استياء تركيا. وعليه حذر رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو الولايات المتحدة من تسليم أسلحة إلى المقاتلين الأكراد، وقال الخبراء إن الدول الكبرى تسعى لكسب مصالح خاصة بها، مما جعل من عمليات مكافحة الإرهاب أمرا غير نقي. إجماع الأمم المتحدة والقوى الدولية والإقليمية على تحديد مفهوم الإرهاب وتحديد المنظمات الإرهابية الحقيقية وتطويق الاستخدام السياسي لكلمة الإرهاب بحيث لا تستخدم وتستغل لتحقيق أغراض سياسية، إذا تم إنجاز هذه الأهداف فيمكن للجميع التعاون السياسي وكذلك التنسيق العسكري لمكافحة المنظمات الإرهابية الحقيقية. يعتقد الخبراء أنه نظرا للوضع الحالي لا يرجح أن يتم تشكيل جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب، لكن من أجل تجنب تجدد الخلاف العسكري بين تركيا وروسيا أصبح موضوع تعزيز التنسيق العسكري بين مختلف الدول أكثر إلحاحا وضرورة الآن. لابد من تنسيق العمليات العسكرية ومنع تكرار حادث إسقاط المقاتلة، وإلا لا يمكن إيجاد مشروع عملي بين أمريكا وروسيا لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة. اشترك ممثلون من حوالي 33 دولة في القمة النفط المنعقدة في طهران أمس سبت، حيث أعلنت الحكومة الإيرانية عن عقودها النفطية الجديدة من أجل جذب مزيد من المستثمرين الأجانب في صناعة النفط والغاز الإيرانية. في يوليو الماضي تم التوصل إلى الاتفاق الشامل عن القضية النووية الإيرانية، ومن المتوقع أن يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران في أوائل العام المقبل 2016 من أجل جذب استثمارات أجنبية في قطاع النفط والغاز الإيراني. أعلنت إيران عن عقودها النفطية الجديدة لتبديل عقد خدمات إعادة الشراء السابق، وتتضمن العقود الجديدة أكثر من 50 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 185 مليار دولار أمريكي. لرفع العقوبات القاسية عن إيران، لذلك لدينا هذه القمة، وهذا الأمر يثبت مرة أخرى أن العقوبات المفروضة على إيران من ناحية النفط هي تضر بمصالح كلا العملاء والمنتجين. أعلن وزير النفط الإيراني أنه بمجرد رفع العقوبات عن إيران ستتم زيادة إنتاج النفط الخام الإيراني لاستعادة حصتها المفقودة في السوق، وإن ذلك يعطي المستثمرين الأجانب الكثير من الفرص في الاستثمار. نأمل أنه في ظل هذا المناخ سيتحقق تعاونا مربحا بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركات أخرى، وعلينا أن نعير أهمية للتعاون مع الشركات الأجنبية. نحن بحاجة إلى التعاون الأجنبي في المجالات الثلاثة التالية: تحقيق التحديث التقني والإدارة الممتازة والاستثمار الجيد. بفضل العقود النفطية الجديدة التي صدرت في القمة سيكون للمستثمرين الأجانب عوائد أفضل، فبموجب العقود الجديدة يمكن أن تحصل الشركات الأجنبية على أرباح حسب الإنتاج الحقيقي، فيما كانت عقود إعادة الشراء الأرباح فيها ثابتة، كما أن مدة العقود الجديدة قد تصل إلى 20 أو 25 عاما، فإن الشركة الأجنبية بذلك لديها المزيد من الوقت للاستثمار. الجدير بالذكر أن إيران لديها رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم وأكبر احتياطي في الغاز الطبيعي في العالم. هذا وقالت إيران إنه بعد رفع العقوبات عنها رسميا ستزيد على الفور من إنتاجها ب500 ألف برميل من النفط يوميا،
وتخطط لزيادة 1,000,000 برميل يوميا قبل نهاية عام 2016. وبعد رفع العقوبات عن إيران سيرتفع إنتاج النفط الإيراني بشكل واضح، وسيكون لهذه الخطة تأثير مباشر في سوق النفط الدولية. أقلعت أول طائرة نفاثة إقليمية مسنية صنعي من طراز AIJ-21 من مدينة شانغهاي اليوم الأحد، متوجهة إلى مدينة تشنغدو حاضرة مقاطعة سيشوان جنوب غرب البلاد لتسليمها إلى شركة تشنغدو للخطوط الجوية. ويعد ذلك اختراقا آخر في صناعة الطيران الصينية بعد خروج أول طائرة ركاب كبيرة مسنية صنعي من طراز C919 من خط تشميع نهائي مطلع شهر الجاري. ويشير أيضا إلى امتلاك الصينيين طائرة نفاثة إقليمية مسنية صنعي وقيامها بتسميم لأول مرة لتعمل على الخطوط المحلية. تعد طائرة ARJ-21 أول طائرة نفاثة إقليمية تنتجها الصين وفق معايير الطيران المدني الدولية، وتمتلك الصين حقوق الملكية الفكرية بشكل مستقل، ويتسع هذا النموذج ل90 راكبا، فيما يبلغ مدى الطيران 3,700 كيلومتر. ومن المقرر أن تسد هذه الطائرات احتياجات الخطوط التي تربط بين المدن الرئيسية والصغيرة والمتوسطة والمتجاورة. على سبيل المثال، يمكن لهذه الطائرات أن تقوم برحلات من مدينة تشنغدو إلى مدينة شيان شمالي الصين، أو من تشنغدو إلى مدينة غويان جنوب غربي الصين، أو من تشنغدو إلى المناطق الغربية في البلاد، وذلك يشير إلى الرحلات بين المقاطعات. بعد انطلاق مشروع ARJ-21 في عام 2002 وقيام الطائرة بأول رحلة منذ عام 2008، خضع النموذج لاختبارات صارمة للطيران. هذا واختيرت 5 طائرات باختبار الطيران على مدى أكثر من 5,000 ساعة على التوالي، مما يمكن الطائرة المدنية من أن تكون طائرة أطول رحلة تجريبية في العالم حتى الآن. يعتبر تسليم طائرة ركاب نفاثة سنية صنعي من طراز AIJ-21 لشركات طيران أمرا ذا أهمية كبيرة، لأن الأعمال التي تم إكمالها ستفيد تنمية الطائرة الكبيرة نفاثة سنية صنعي من طراز C919. طائرتا ARJ-21 وC919 من الطائرات النفاثة صينية الصنع للقرن الجديد، ويمكن لطائرة C919 أن تقل 174 راكبا على الأكثر وعلى أطول مسافة 5,500 كيلومتر، ويمكنها الطيران على الخطوط الرئيسية في شبكة الطيران المدني. أما طائرة ARJ-21 فيمكنها أن تقل 90 شخصا على الأكثر، والطيران على الخطوط التي تربط بين المدن المتوسطة والصغيرة. وقد قامت طائرة ARJ-21 بأول رحلة جوية عام 2008، وهي تعد باكورة إنتاج الجيل الجديد من طائرات الركاب النفاثة صينية الصنع، فهي مثال رائد في اكتشاف طريق صعب تسلكه الصين في مجال صنع طائراتها المدنية. حققت طائرة C919 التي صممت على أساس طائرة ARJ-21 ابتكارا مستقلا وكاملا في مجالات التصميم العام والنظام الهوائي والهيكل والإدارة الجامعة للمشروع. بعدما مهدت طائرة ARJ-21 الطريق لتنميتها، تم الانتهاء من صنع طائرة C919 مطلع الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تقوم بأول رحلة العام المقبل. إلى هنا تنتهي الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.